متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. لكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة لنهار هذا اليوم. الأجواء اليوم مستقرة في عموم المناطق مع هبوب أحيانا لبعض الرياح الجنوبية الشرقية. درجة الحرارة العظمى المتوقعة نهار هذا اليوم تصل إلى حدود 17 درجة مئوية في العاصمة، مع ظهور لبعض السحب والغيوم. أما بالنسبة لبقية المناطق فيتوقع أن تسود أجواء أيضا أقل برودة مما كان عليه الأحوال في خلال اليومين الماضيين، وسنستعرض معكم الآن درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى الليلة القادمة. نبدأها شمالا من إربد 21-9، جرش 18-10، المفرق 19-7، وفي عجلون 17-8 درجات مئوية. المناطق الوسطى العاصمة عمان 17-9، البلقاء 19-12، في أزرقاء 18-7 درجات، البحر الميت من 26 درجة مئوية في ساعات نهار هذا اليوم، والصغرى 14 درجة مئوية. في مادبة من 19-8 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. المناطق الجنوبية الكرك 17-7، الطفيلة 17-10، إمعان 20-5 درجات مئوية، تكون في جبال الشراء من 16-8 درجات، وفي العقبة من 25 درجة مئوية في ساعات النهار، طابت الصغرى الليلة القادمة 13 درجة مئوية. ختاما في المناطق الشرقية في رويش 18-7، الصفاوي 19-6، وفي الأزرق من 20 درجة مئوية في ساعات النهار، طابت ليلا إلى 7 درجات مئوية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا أينما كنتم. دمتم بخير، إلى اللقاء.